الذهب لمعانه وقيمته وبريقه وسهولة سحبه وتشكيله أحد أكثر السلع المرغوب بها، طريدة لمنقبين في أستراليا. هناك كثير من المشقة والحفر الجاد الذي لا ينتج عنه شيء، لكن من الجيد أن نعلم أن سعر الذهب مرتفع للغاية. أسعار الذهب هذا العام كسرت الأرقام المتوقعة، ما أعاد إثارة اهتمام السكان والسياح الذين ظلوا يمشطون المنطقة بحثا عنه لأجيال. إنهم جميعا يريدون معرفة مكان الذهب ولا يريدون قطعا صغيرة منه، فهم يريدون القطع الكبيرة. لذلك نخبرهم أن أفضل مكان يذهبون إليه هو مكان يسمى Wild Goose Creek في مكان ما شمال غرب ولاية كوينزلاند. اكتشف شخص محظوظ كتلة من الذهب، لكنه لم يرغب في الكلام خوفا من كشف مكانه السري. نذر الصمت المعروف بين المنقبين. يجب أن تتصرف بطريقة غبية إن عثرت عليه وتبقي فمك مغلقا ولا تقل شيئا. يحتاج المنقبون عن هذا المعدن النفيس إلى ترخيص، ومن المتوقع ازدياد أعدادهم مع الطفرات الكبيرة في أسعار الذهب.